يا ست الناس. صباح النور. الفطور جاهز. ايه ده؟ فين الفطيرة؟ الفطيرة هتاجي من الفرن عشان تبقى مهوجة. طب يا رب تاجي قوام، الكبير هيندل دلوك. اها. صباح الخير يا كبير. وطي صوتك يا هتيري. ما بقيناش لحالنا. بقي لنا الجيري. وجيري ما تصرش كمان. بقى كده يا توماس؟ هو ده رد الجميل؟ ده انت طلعت شاب جدي، مش كان زمانك مرمي دلوقتي في القسم مع القتال والحراميين؟ والله يا فزاع شكلي هديك باللي في رجلي. طيب انا عملت ايه طه؟ يا عم طير طير، تليفون واحد لل 911 هينفخوك في سنتي. بقول لك ايه يا فزاع؟ املي جنابك. اخبط راسك فطخن حيطه. ولا طينت قلت حاجة يا كبير، ما أنا خشمي مسوجرة. ها بس منك ليه؟ بلاش لعب العيال الصغيرين ده. أنت هتعلي حسك علي يا مجنون أنت؟ لا يا كبير لا، ده اللي بكلم الغفر اللي برا المتنحين دول. امشي اطلع برا يا هتير. هتطردني من الجنة، أنا رايح للناس الطيبين دول. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه هدرس؟ عملت ايه مع الناس بتوع المسرح؟ طب جريت، روح دلوقتي بقى على المطبعة عشان تجيب البوسترز. اوكي باي. واندرفول. طيب المغنية جاية امتى؟ بعد بكرة. فرصة ريه ومرسح ايه؟ انا مش فاهم حاجة يا بيه. افهمك يا انكل جابو، احنا عاملين الحفلة دي بمناسبة ان جوني بقى النيو عمدة، واخترنا نيكول سابا عشان تيجي تغني فيها. بس نيكول سابا؟ نيكول سابا؟ انت تعرفها؟ ومين في مصر ما يعرفش نيكول سابا؟ شفت يا جوني، مش قلتلك هنا بيحبوها جامد؟ بس برضو I think لو كنا جبنا يعني إلتون جون كان عمل شغل هنا دماغهم كده. طب والست نيكول يعني لما تيجي هتبيت فين؟ هصادفها عندي هنا طبعا 3 أيام قبل الحفلة. لا ده عنديها عنديها هناك. المسخرة دي ما هتعتبش الدوار الكبير جاي واصل. حاسب حاسب، ده نصي نصي، اوعى تعديه. وحياة أغلى حاجة عندك يا كبير، ده نيكول سابا دي عسولة قوي. لا يعني لا، مش من حقك يا كبير، أنا العمدة دلوقتي ودي أملاكي أملاكي، يعني ما يخصكش. لا يخصني، والكبير قوي لو كان عايز كان طربقها فوق دماغك. بقول لجنابك إيه، ما تتسرعش يا كبير، بي كول، هون اللي هقول لك وليه. وعي جنابك، نيكول سابا دي تبقى مين؟ تبقى مين؟ عارف المطربة اللي جنابك بتزوم أول ما تشوفها؟ نهون فيهم اللي حتقول يشغلني بيك وهواك بعدي معاك بتاعت الفيلم عادل امام تجربه الدنماركيه انيتا جوتنبرج باه اللي راحت مجلس الوزراء بنفس الغزير بشحمه ولحمه اموت انا واعيد السنه بتقولوا ايه؟ مفيش، بقول ان المسخره دي لا يمكن تدخل الدوار هنا ابدا. ورحمه ابوك يا كبير توافق؟ لا عشان خطري يا كبير. جزره وقطمة جحش. نورت المزاريطة. دي قلعة الكبير قوي ماي فادر، دي صوره اللي فوق السلم هناك، دي صوره الاثنين. هنا بيسموه دوار العمودية، you know something like الوايت هاوس. اوكي نيكول، بشوفك بكره في البروفا. اوكي باي باي باي. ايوه يا جوني، بس انت يعني شكلك تو كول على العمدة اللي بنشوفه في الافلام. ثانك يو سويتي. ثانك يو نيكول. است نيكول حلم العين ده يا ربي. است نيكول انا طبعي ده وبحبك ده وبحب اعيش وما عندي ايش غيرك ده. است نيكول انا بحبك قوي، معلش انا فرحه ما سيعنيش، المزرعه كلها منوره حبيبتي. ميرسي منوره باحلى. حياه النبي، تبقي تاجي عندنا عشان نتانسوا بيكي. طب ما انا عندكم اهو، هو انتوا عندكم تاني؟ لا انا ما قصديش هنا، انا قصدي هناك. هنا النص بتاع سجوني، هناك النص بتاع الكبير قوي. يا مري تعمل ايه عندك يا بلغه؟ حقك عليا يا كبير. بلغه؟ ايه بلغه ده اسمها؟ اسمها ايه؟ لا بلغه دي حاجه بتلبس في الرجل، لايك شبشب، قباب، يو نو. قباب؟
او ماي جاد جوني ده يعني كده بيشتمها؟ بيشتمها ايه ده؟ كده بيدلعها. طريقه جديده للدلع، مش عاطله الفكره. انسي الموضوع ده، هبقى فاهمه لك بكره. المهم دلوقتي لازم تطلعي تنامي عشان بكره الصبح تصحي فريش. طيب فهمنا، بس انه هلا ما خبرتني، بدي اعرف السكادجول كله لحد نهار الحفله. اوكي. بروجرام النهارده هتاخدي راحه عشان اكيد انت تعبانه من المشوار. بكره الصبح هنروح المسرح اللي هيتعمل عليه الكونسرت عشان لو ليكي اي كومنتس تتعمل. خلاص كده كمان روجيه يجي وتتفقوا كده تظبطوا الحاجات اللي انتوا عاوزينها مع بعض. اوكي. بعد كده هنعمل لايك اورينتال لانش، بعديها هنعمل تور في القريه عشان تتعرفي على. ايوه الشبكه واقعه خالص. بوه تصدق جابت هنا؟ السلام عليكم. اهلا جوني. مين هيدا الزلمه؟ هيدا الزلمه للاسف خيي. خيك؟ وليش هو منه العمده؟ شكله كتير حمش. بليز كمل. بالليل. ايوه يا حامد يا ابو قلب جامد. ايوه. فين يا عمي؟ مش تبقى تيجي؟ احنا قاعدين وحشنا قوي. مسكوك؟ كفاره. بوه الو. ايوه. كمل. بالليل هنروح الساقيه. بصي المنظر من هناك هيبقى بجد اميزنج. هناك ممكن ناخد. انت فين يا جحش؟ امر جنابك، انا هنا يا كبير. لا ده كده استهبال بقى. لو سمحت يا كبير خليك في نصك. نصي؟ ده انا هفلكك نصين يا هتير انت وعلقك في الذبيحه. وده لا مؤاخذه شغلتي. يا منوره ونورك ملعلط. ميرسي يا قلبي كلك ذوق. غريب بس كتير مهضوم. ده حيوان قوي 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 عن جد بعقد. يا كبير صباح الخير. صباح الكنافه بالقشطه اللي عم تنقط عصلك دي. بقول لك ايه؟ ما تاجي علمنا قوس؟ ده احنا هنقوس ونقوس ونقوس. شو حميش نازله؟ استنيكول استنيكول، صباح الفل يا استنيكول. بوجور، كيفي؟ الحمد لله. على فين الصبح بدري كده؟ كنت طالعه شم شويه هواء. قولي لي في شيء؟ لا انا كنت بطمن يعني تكوني عايزه حاجه كده ولا كده. لا مرتي حبيبتي، بس عوز شي رح لك. طب انا كنت عايزه اسالك سؤال. اسالي. ايه احساسك وانت واقفه قدام الاستاذ عادل امام؟ كان بيشبه احساسك انت واقفه قدامي هلا. طب سؤال صغير كمان. قول. هو شعرك اصفر كده طبيعي ولا انت حاطه له حاجه؟ هي سر المهنة. طب معلش أصلا زي ما انت شايفة كده أنا شعري مجعد ونفسي أسبسبه زيك كده، بتعمليه كيف؟ حبكت هلأ هدية بعدين بقلك. بعدين ماشي. بوجورك يا كبير. أهلا 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 أهلا. كيفك اليوم؟ منيح. قولي لي عرفتي تنعسي ولا الناموس يعملها معاكي؟ لا ما تخاف عملت حسابي. ليك قلي انت هيك معود طوعك اليوم تضرب نار؟ امال لما يكون بالي رايق اضرب لي قد 600 700 عيار قديح على خيار الريق. مدخلها ضمتك انا. طب ليك في جريب؟ فيكي طبعا، بس انا خايف عليكي اصلا ثقيله قوي. لا ما تخاف علي. ولا انت بخله؟ احنا بخله، ده احنا اهل كرم كله، بس يعني انا خايف تعوري حد كده ولا كده ولا تعوري فداكي يا زلبي. اف لك شو تقيله. ما قلت لك. شوف تذكري لمؤاخذه الدبسه في كتفك كده هيك هيك.
تاخدي نفس عميق هيك هيك وتحطي سن طرف نملة الدبانة تحت أسفل منتصف الهدف. عنك أنت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي علمك أنا ما يعلم الحرمة اللي حرمة زيها. هاتي بوجور. حط السلاح قده يا زلابيه وبعدين تنشني بعينيك الحلوين دول وتضرب بصباعك الطريده هيك؟ هيك يا أختي. يوه أنا زهقت من الأكل ده. إيه ده؟ على فكرة أنا تعبت جدا عشان أعرف your favorite. أنا باكل من الأكل ده كل يوم إنما أنا هنا جاية السعيد فنفسي أكل الأكل بتاعكو يعني شوية فول جبنة فطير مشلتت. انت الفطير المشلتت يا بنت. على فكرة الأكل الصعيدي كله دسم وفاتس وبيجيب جناب. وفيها إيه؟ مش هما بياكلوا منه؟ انت الفول المدمس. أنا هروح أكل معاهم. آه بلاش بلاش هيحرجك وهيطرد يبقى شكلك وحش. وأنت مالك يا فزاع الدحش؟ بتخلي الناس على راحتها يا أخي. يا دي الهم، هو أنا عتبت نواحيهم واصل؟ أستأذن أنا. طب بليز بسرعة يعني نقنق إيه؟ بقولك يا كبير ممكن افطر معاكو؟ ده انت تأنسي وتنوري. طباب. ايه ده؟ مفتجي. شو هاي؟ مين ديش عندينا؟ وده يبقى المين مش. تاني واحدة تاني واحدة. كتير حار. يعني زينة ولا عفشة؟ يعني كتير سبايسي. يعني زينة ولا عفشة؟ طيب منيحة. بالسم الهاري. تعطيني بعد خبر؟ ليه؟ اتفضل يا حبيبتي. مرسي. اي هو يا هدي هو يا هدي. في حاجة دخلت جواني. اسم الله عليك. انفخلي فيها انفخلي فيها. اسم الله عليك اجيب حكيم. حكيم يهدي اوعك ده. تعالي يا حبيبتي انفخالي كاني. عم اهلك بس ها؟ على مهلك بنت تلبسينها عينيها. ليه قاعد لوحدك؟ قلقت وانا نايم. قلت اطلع البلكونة اضرب لي حجرية. طب بدك فلو اتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي ده انا ابعت اجيب عسل وبسبوسه وكنافه وزلابيه. دخيلك مش قادر. ده انا من ساعه ما جيت وعماله اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي؟ تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطه القشطه ولسه كمان لما تتخني اكتر واكتر. ليك يا كبير ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعية. شو هاي؟ عندي طين. آه مش هتفهميها انت. طين دي يعني أرض. عم بزرع أرض وأقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني. حكيني شوي عن حالك هيك. شو بتعمل بالويك إند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجة محددة يعني. بتلعب رياضة؟ لا الرياضة دي كانت زمان يعني واحنا صغيرين كنا بنغرقوا كلاب في الترعة وبالليل نصيدوا عقارب ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو. طب ليك تسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. دخيل روحك أنا. ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والأستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس والجداد دلوك الأستاذ عباس حمودة ومحمد أبو لمونة وعلي جرمونة وجاستن تمبرليك. طب وأنا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده أنا طبعك ده وأحبك ده ومن الآخر ما فيش أطعم منك ده. الغناوة دي أثرت فيا خالص.
كيف يعني أثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ وشرخ عميق. شرخ؟ إنه ما فهمت يعني حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد أنا انبسطت إني شفتك يا كبير. شفتيني أنا؟ وإحنا انبسطنا قوي 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 إنك شرفتينا وشفناكي لايف. مرسي يا كبير. هذا من الملذات، لازم نقوم دلوق. طب في اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي. عامل لك فسحه جامده جدي، هنتفرج على كل الايجيبشن بيتس، الحمامير، الفرخات، البطاط، كل الايجيبشن بيتس. يا صباح القشطه. يا صباح العسل يا كبير. اللي هذا الحنطور تبعك؟ ايوه، بس ممكن يبقى بتاعنا احنا التانيين، ما تدي تاخدي لفه. عن جد عم تحكي؟ ايه ما ينفعش ما ينفعش، احنا عندنا حاجات هنعملها النهارده، هركبك اللي انت عايزاه. يلا. لا ينفع فيها ايه؟ يلا ما بتاخر عليكم، باي. بونجور. بونجور. لايف از لايف. لي 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 بردك لايف. على فكره بقى هم 3 دقايق بالظبط، ولو ما رجعتش انا همشي. دي قله ادب. لا ريلي ريلي قله ادب. كل ده بياخدوا لفه؟ ليه بيلفوا ايه؟ طيب. بيلفوا ايه؟ معلش خلاص بقى، انا مال انا جوني. جوني زي ما بيقولوا هنا الغايب حجته معاه. ده كلام فاضي، انت بتقول اي كلام. يعني ايه؟ يعني زي مسير الحي يتلاقى، ما اكيد هيتلاقوا. ايه اللي بتقوله ده؟ جوني انا قصدي يعني نستنى شويه. استنى. استنى. انا خلاص رجلي خلاص. لا وانا مش قادر اصدق. انا جوني بيكهام العرب اللي اي بنت في الكون تتمنى تقول لي كلمتين وانا اللي بنفض وما بديش فيس اساسا، يتنفض لي؟ ما صح. انا يتنفض لي؟ ما ينفعش. بس يعني انا جوه. نستنى شويه. جوه. ما شفتوش الكبير يا جماعه؟ ما شفناهوش. شفناه من 7 ساعات بره، خد نيكول على الكاريت لفه ومن ساعتها اختفوا. لحالهم؟ لا كان معاهم حصان ابيض. واضح انهم ارتاحوا لبعض قوي. رح لما تنفخهم. علشان احنا مع بعضينا والاول. يا حلاوتكم، ما لسه بدري يا كبير. داير تتصرمح لي انت والسنيوره لنصاص الليالي؟ لمي نفسك يا هديه، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ايوه نسيت نفسي. ما هو لما تاجي العيوقه دي وتلف عليك عشان تخطفك مني يبقى لازم انسى نفسي. جراي هديه في ايه؟ ما تهدي شويه. اقفلي خشمي. بقول لك ايه؟ بس ما عاوزش كنت الحديد. جزر عقطة ما هتحش. الكوبوي دي هتبقى مرتي. الو. ايوه يا حامد. حامد انت ما بتردش عليا، بتتهرب مني؟ النمره غلط يا اخ، انت النمره غلط. لا بقول لك ايه، ما تبصش عليا، مش عليا انا الحركات دي. فين الفلوس اللي عليك يا حامد؟ انت بتفهم منين يا عم؟ انت بقول لك النمره غلط، النمره غلط. ما بتفهمش عربي؟ نمبر رونج. يا ساتر. انت بتقفل السكه في وشي يا حامد؟ برضك هيقول لي حامد. مفيش حد حدانا خالص اسمه حامد. الرقم غلط. لا بقول لك ايه، هو انا كل ما اكلمك هتقول لي الرقم غلط؟ حامد بلاش الشغل ده معايا، يجيب الفلوس اللي عليك يا حامد معاك السليمه. اقول لك على حاجه زينه، اعمل معايا السليمه. معالم رمم. نمرة تاني. الو. مساء الخير. مساء النور. انا حامد، حد سأل عليا؟ لا ده انت بتهزر بتهزر. انت مين يا كوميدي؟ يا كبير انا طلعت
خفيف قوي. ده مهزر معاك يا عم. انجز مين؟ انا راجب الحوت. حوت كير؟ الحوت اللي وقع منك. هو ابوك ما حجركش عليا؟ ايوه 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 ايوه. لا مؤاخذه يا حاج، لا مؤاخذه، بس يعني كنت نايم والوقت متاخر وكل الناس نايمين دلوقتي. الوقت متأخر يا عم، ده الساعة لسه ما جاتش 3 الفجر. يعني لسه اليوم ما ابتداش. أمرني يا عم الحاج، في حاجة ممكن أساعدك فيها؟ كنت عايز أشوفك يا أخي، وحشني، ده أنا ما شفتكش من ساعة ما كنت عيل صغير، أنت عارف إن أنا كنت بغير لك كفولة بنفسي، وأنت كنت عامل. مالهاش عايزة التفاصيل دي، مالهاش عايزة، أمرني. عايزك تجي المكتب، عشان نتكلم شوية في موضوع شغل. تمام، متى؟ بكرة تمام؟ تمام. خلاص، هستناك بكرة عندي، سلام عليكم. عليكم السلام. انت باينك راجل تقيل. حامد حامد يا كبير يا كبير. في ايه يا ولي؟ هو في حد كان بيتصل؟ ايوه في حد كان بيتصل. خمدي النهارده ما بينلوش نوم، اروح اتفرج على سبيس تون. الكبير وصل يا رجب بيه. خليه يتفضل. اوكي تفضل حضرتك. يا ساتر، مساء الخير يا حاج رجب. اهلا 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 بابن الغالي. يا ده انت نسخه من ابوك الله يرحمه. خلاص يا حاج. صحيح يا عالم، ده اللي خلف ما ماتش. ما ماتش كورة. قلب دي. على فكرة يعني أبويا ياما كلمني عنك. كلمك قال لك يا ابني ده اللي بيني وبين أبوك ما يتحكيش. اقعد اقعد اتفضل يا كبير اقعد. أهلا أهلا أهلا. إيه يا ابني اللي عملته ده؟ والله مالي ما عملتش حاجة. يبقى في حد غريب بيننا بقى هنا. أنت اللي بتعملك ده. معلش يا ابني صبطني ماشي عليا شوية. ربنا يديك الصحة، هي تبقى غازات. انت صدقت يا كبير، دي لعبة. أنا مسجل الصوت هنا على الموبايل ده وأحب ألعب بيها مع الناس، أحب أعمل في الناس مقالب، مقالب طوب. روش يعني بتروش. نفس الكلام نفس الوزن ولا ده منها تبقى ليلة سودة. أمرني يا حاج، عاوز إيه؟ على رأيك نقول بقيمته على الشغل، لأن أنا موضب لك سهرة تجنن. لا لا اعذرني انا من جو السهرات دي، لازم اعاود البلد النهارده. يا ابني انت مالك، انا طالع جد لمين؟ ده ابوك كان هلس واخر مسخره. ربنا يحفظك يا باشا، ربنا يحفظك، ما تدوسش عليه غير الرحمه. يأمرني يا حج. الغرض انا وابوك الله يرحمه عملنا شركه مع بعض من 10 سنين، وكنت متعود ان انا ابعت له الارباح بتاعته كل سنه، ودلوقتي طبعا عايز ابعت لك الارباح بتاعتك انت كمان كل سنه، ولو تحب يا ابني نصفي ونفضها على البركه برضه. والله انا ما اعرفش اقول لك ايه، يعني ما بقيش كيفك ناس في الدنيا. خلاص دلوقتي اللي يطول ياكل اخوه ياكله، يعني انا تحت امرك اللي تامر بيه. عيب يا كبير ما تقولش كده، انت زي ابني بالظبط، انت من ريحه الحبايب يا كبير. خد لك سيجاره واديني سيجاره من العلبه دي. ماشي يا حاج. يا حاج يا حاج ما تفك كده كبير، مالك متجبس سخسخ كده. كرمني تقول لي سخسخ. اللي قول لي اخبار اخوك جوني. جوني؟ انت تعرف جوني؟ انت شكلك انت وابوي كنتوا كيف راسين في الطاقيه. احنا عشت عمره كبير. استنى ده انا عندي شويه صور لابوك هتعجبك قوي. ايوه رجب بيه، مدام تونه مستنيه حضرتك بره. تونه ناعمه وحلوه وموت فيها، لما مؤاخذه كبير انت عارف لو سبت التونه لوحدها تحمد وتبوظ. تبوظ؟ تبوظك من خدك. مش عيب تقلش مع واحد سن ابوك؟ انا اسف، انا قلت يعني اجاري الجو يعني. جاري كبير جاري. خد العب بدون لغايه ما اجي لك. تبعينا راجل خلي. يا وجع مربربه. تبين مرار طافح. طبعا ما انتش فاهم حاجه. لا ما فهمش. ده اكبر مقلب عملته في ابوك. في يوم من الايام
من 25 سنة. 25 سنة كيف؟ من 15 سنة. لا بردك مش منطقية. يوم من الأيام وخلاص لقيت أبوك داخل علي من باب المكتب. تفضل يا حاج. انت ازيك يا سلوى؟ تمام يا حاج. تحب تشرب ايه؟ والله لو من يديك الحلوين يبقى فنجان قهوه وش تقيل مع الشال صغير بسكينه معجون. من عناية يا باشا. حبيب قلبي بقول لك عاوز البن بتاع رجب مش البن بتاع الضيوف. لا ضيوف ايه؟ هو انت برضو ضيوف يا حاج؟ هو ده العشم ده احنا يا ما حاربنا سوا. اديله. اهلا 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 كبير رجب صديق السوق. رسول خضارة. ما تبطل جلس عادي يا رجب. بطل جلس. ايه عم غطسان فين اللي من دول؟ مشاغل مشاغل كتيرة. مشاغل كتيرة. طب ايه رأيك ان انت حظك في رجليك؟ مش معنى لان النهاردة معزوم على حفل عيد ميلاد بتاع واحدة صاحبتي عاملاه في الفيلا بتاع بنت خالتها في المنصورية. ايه رأيك؟ جاي معايا تطلع قضية؟ والله كان بودي بس انت عارف يعني جو الطرط والطراطير ونجر ورا بعضينا قطر والدلع يا حبيبي على الساحة وجو ده ما بقاش فيها صحة. أنا بنجز على طول. ما أنا عارف إن أنت بتنجز على طول عشان كده هي عاملاها تضيق. أضيق كيف؟ يعني أنا وهي وأنت وبنت خالتها. ما تقول كده. إذا كان كده يبقى let's do it يا صديق السوق. سوق ثلاث. بطل جلس عادي يعني بطل جلس. وبعدين يا رجب بقالنا ساعتين قاعدين هما مش نازلين. لا طالعين. حب على يدك كفاية جلس. قرية كبير اللي لسه بأولها وبعدين يعني هما بيزبطوا الميك اب. انت عارف يا كبير الستان لازم يزبطوا الميك اب. ميك اب ايه يا عمي؟ دول لو بيمحروا شقه كانوا خلصوا. لا كانوا بياضوا. بس 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 احسن قوم. ومين التريلا القلاب دي؟ دي بنت خالتها. ده اللي عدايق يا رجب؟ ده اللي عدايق؟ اهلا 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 تفضلوا تفضلوا اهلا يا بنات. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اهلا يا رورو عامل ايه؟ انا كويس قوي. ايه ده؟ ايه؟ ده انت خصيتي خالص. اه منك انت يا بكاش. خليني اعرفك بقى بصديق عمري الكبير قوي 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 عشرة عمر. مفيش حاجه غلط عملتها في حياتي الا لما كان معايا فيها. يا كبير خليني اعرفك بشهوير. هاي. اهلا وسهلا. وما هي طاز؟ ما هي ايه؟ ما قلت لك ما هي ايه. كل سنه طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا روح قلبي. بنحب بعض قوي. اسعد بخيتي بخيتي. منوره يا مهطاز. ميرسي. قومي يا رجب وديني الحمام يا رجب. استنى هوديك انا. نزلي يدك حواليا. خلاص خلاص انا هوديه. هو انا غريب عن البيت؟ انا عارف السكه. اتفضل يا كبير. كفايه الضحكه دي. خلاص مش هضحك تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ شفتي زي ايه ازاي؟ صحته حلوه قوي. واو فيري فيري سترونج. ايه يا رجب؟ ايه يا عم الكبير؟ البنت جميله ورقيقه وزي الفل. انت تستهبل، انت جايبني تعمل فيها مقلب. مقلب؟ انت متضايق منها تخينه حبتين؟ لعلمك بقى يا كبير، الست كل ما تملى معاك يبقى احسن. بتملى ولا تتنيل ولا تتجوزها؟ نقص تقدم خرط، دي عامله زي شغل الموبيليا الدمياط بتاع زمان، خشب عريض. تنجيد قط بس فين ما تغوط زي الشغل السيد بتاع دلوقتي. ما يخصنيش الكلام ده، انا عايز امشي دلوق حالا. مش فاهم قول بشويش فاهم. عاوز امشي دلوق حالا. اوكي. خلاص مش عارف. بص دي بقى هي نص ساعه هنقضيها بالطول وبالعرض وبعدين نتكل على الله. ها ماشي ماشي بس اسمع شرط واحد ما تفرقليش لحظه. وانا ثانيه واحده بس يلا بينا بقى احسن احنا سايبين البنات بقى لها كتير.
كتير مشلتت. انت راجل جالس لازم نقطع معاك. وي طحينا من النوم. لما اخذها بنات اتاخرنا عليكم. ولا يهمك يا رجبتي يا حبيبي. شفيتم شفيتم. سهوير تعالي يا حبيبتي عشان اديكي هديه عيد ميلادك. اي ناجي راجع مقعد. خلاص خلاص مش هديها الهديه، هعلمها الساعه 5 دقايق وراجع على طول. ماشي 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 ولا قاعد؟ ضايع جلس ضايع جلس. جابولي خد هنا خد هنا. تعالى قول لي انت مين؟ من الصعيد. واو صعيدي؟ بموت في صعيده، بحب الجنوب كلهم. قول لي منين سعيد؟ من بلدك ده يعني. أيوة اسمها إيه يعني؟ أنا أعرف كل البلاد. اسمها المزاريطة. إيه؟ المزاريطة. في بلد اسمها المزاريطة؟ ده اسم ده؟ يا سلام مستغرباه قوي؟ يعني إيه مهيطاز؟ لا ده اسم تركي معناه الزهرة متفجرة الأنوثة. لا بجد حقيقي، أصل أنا فيا عرق تركي. قصدك عرق بتلو. فكرت يا اخواتي شربات شربات حي بجد. تيزا جت من تركيا. تيزا جت من تركيا على اسكندريه ايام الملك فاروق، وقعدت هناك لحد ما بقى عمري 16 سنه، كل طفولتي قضيتها هناك. لا يا شيخي بس ما اقولكش بقى، كنت على طول بين ميكروجيب وبين ميني جيب والدكلتي والهوت شورت. ما اقولكش على يا ستار يا رب يا ستار. انا حتى كانوا مسميني في اسكندريه فاتنه الاسكندريه. قصدك ميناء الاسكندريه. طرماي الاسكندريه. رجب حش صاحبك عني. تتبلي علي يا ولية. رجب صاحبك جنني. ادي كمان. لقيت لك بقى شلة الشباب دي في العربية عمالين يكسروا عليا ويزنقوا عليا وخلاص هلبس. قلت لا ما بديهاش، رحت ضربه ايدي تحت الكرسي اللي جنبي مطلعه المفتاح بتاع العجل الصليبه ده. عارفه عارفه عارفه. ورحت فاتحه باب العربيه ونازله بقى، قلت لهم لا ده انتوا مستقصديني بقى، ده انتوا ان شاء الله كده ان شاء الله بتسقموا عليا. تجيب عيال ضربه برشام ولا سكرانين ولا حاجه؟ بضرب بعيني كده هو يا حبيبي. بس لقيت لك عربيه الاتاري معديه، قعدت ارادي عليهم اقول لهم يا اتاري يا اتاري يا اتاري. اتاريهم منفضين لي بس انا سديت. يا وليه حرام عليك، كلت نفوخ يا وليه كلت نفوخ بجد. ابتدى اكل في نفوخك يعني ابتدى اثر فيك؟ من اي حاجه اقولها لك تجيبها لي ناحيه قله الحياه. ما تهدي يا ولية اهدي. انت اللي هادي زياده عن اللزوم، انت اللي هادي قوي. زيادتي كبت. الله الاغنيه دي حلوه قوي، ارجوك تعالى قوم ارقص عليها. نزلي يدك نزلي يدك. قوم نرقص عليها. قومني. عايزين سلب عشان اقومك. عاوز سلب. قومني معاك.
انت اتزحلقت ووقعت وكنت هتموت، انا كنت فاكرها بقيت الرقصه وانك اتدمجت. تاني الضحكه دي تاني، والله هلفش عليك. ايه القمر ده؟ انت نشفت وبقيت فله، والروب بتاعي هياكل منك حته. متشكرين يا حجه، متشكرين على الروب. عايز اقول لك ان انت كنت في البسين ايه زي القرموط. امسكه من هنا يزفلت من هنا، امسكه من هنا يزفلت من هنا. ما تحدي يا وليه، حدي. خلاص بقى يا كبير، ما تعجننش اليوم، يوم من عمري. قوم من جنبي مش ناقص. خلاص خلاص انا هقوم فعلا، لان انا عايز اوري عربيتي الجديده لشهوير. ايه ده، انت جبت عربية جديدة؟ امال ايه، وستة سلندر والماني، دي عليها حتة صالون، صالون برغوة. رغوة متوحشة. شربات جالس. دمك شربات، دمك شربات، مش ممكن. عايز اقول لك وانت بترقص وعمال تعمل افانسيهات كده شمال ويمين وورا، ايه بتاعت ورا دي؟ وايه الزحلقة دي؟ مايكل جاكسون يا اخواتي. يا ولي انا كنت اكعبل واموت. لا بعد الشر عليك، ما تقولش كده في وشي. مالك فيه؟ اصلا انا حاسه قليل قوي مع الرجاله. اول راجل عرفته كان جسر ابن عمي ومات برضو وانا بهزر معاه زيك كده. وقع في البول؟ لا، وقع من فوق كوبري الساحل. لا اله الا الله. بس انا قلت عادي، اي واحده بتهزر مع البوي فريند بتاعها ممكن يحصل كده. خلاص خلاص مش لازم تفاصيل، يعني بطني مقلوبه. بس الحمد لله ربنا كرمني بواحد زي الفل اتجوزته، اسمه سعيد سينجر. وده مات برضك؟ لا بعد الشر عليه، هو بس اللي بينطق ولا بيتحرك ولا اي حاجه، يا دوب نفس داخل طالع بس. عملت فيه ايه يا ولي؟ انا ما عملتش حاجه، ده هو اول يوم جواز، انا ايه بحب اتمرح كده على السرير واتقلب براحتي. خلاص خلاص الله يرحمه، مات مكوي. ما كانش قصدي، انا كنت بتقلب. وانت الغلط مش عليكي، هو اللي غبي، حد يوقف قدام القطر ويزعل انه داس. انا قلت بقى اتعلم من اخطائي واجيب سريرين في الاوضه عشان الجوازه الثالثه كل واحد يتقلب براحته بقى. هو لسه فيه تاني؟ يا اخويا صبح البشبيشي، ربنا يفك سجنه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شعرك حلو قوي. ميرسي يا روحي. صوري النهارده عشان عيد ميلادك عينيكي حلوت قوي. ده عشان عيونك حلوه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شفايفك احلوت قوي. يا نهار اسود. ايه مين ده اللي في العربيه؟ ده اخو مهيطاز. ويعني لما يبقى اخو مهيطاز اسمه ايه دي؟ ده شراني اللي جابه على سهوه. سهوه؟ ده باين عليها تقلب سهوه ساده. خبيني. سيدي ده؟ مين ده؟ اخويا. اخوكي؟ يا سفلة يا حيوانة. ما تفهمنيش غلط، ده الجناين الجديد ولسه متفقين على الشغل، يعني لا زرع ولا قلعه. ده الجنايني. ايوه. يا فجرة. وانت بتعرف؟ اثبت عنديك، انت متعرفش انا مين؟ التحكم مين يعني؟ انا اللي هعملها معاك، انا الكبير قوي قوي قوي. وبص يا سيدي، ابوك ما كانش قدامه غير حل من الاثنين، يا يدخل الحجز يا يتجوزها. ودخل الحجز؟ لا طبعا اتجوزها. اخس اخس على ايه؟ اتجوزها لمده اسبوع وبعدين طلعها. وابوي ده ايه؟ كل ما يلقى نفسه فاضي يروح يتجوز شويه. دي اسهل جوازة عملها في حياته. طب ده مر ابوك ده بقى. خلاص 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 يا حاج، وحياة والدك يا اخي خلاص. صورة ابوي ما نكسرش شويه. ايه؟ تشويه يعني بالصعيدي. لا ما مزجر اللي بتعمل ده. تقول ايه؟ اشرب. خلاص يا ابني خلاص، ليه ليه رايحك؟ بص ما ننساش وانت خارج تعدي على المحاسب، تشوف فلوسك وتشوف الاوراق اللي انت عايزها. كتر الف خيرك يا ريس. بس انا ما يرضينيش انك تمشي وانت زعلان كده، اقعد اطلب لك فنجان قهوه واشرب سيجاره. خد سيجاره. لا انا يعني قهوه مش هينفع، ممكن اخد سيجاره. انا اول ما قالب عليك تعملها دي. ايه